مقتل 4 وإصابة 6 من المدنيين جراء قصف طيران ومدفعية حفتر منطقة تاجورة. تقرير بريطاني يؤكد أن طيران حفتر والإمارات قتل 31 مدنياً في نوفمبر الماضي. في الذكرى 68 لاستقلالها، سراج يقول إن ليبيا لن تكون إلا دولة موحدة ومستقلة. من طرابلس مشاهدينا أهلا بكم إلى نشرة السادسة من بانوراما. قال جهاز الإسعاف والطوارئ لبانوراما الثلاثاء إن حصيلة قصف طيران ومدفعية حفتر على منطقة البعيش في تاجورة بلغت 4 قتلى و6 جرحى من المدنيين، فيما أكد في وقت سابق مكتب الإعلام الحربي لعملية بركان الغضب عددا من القتلى والجرحى نتيجة استهداف طيران حفتر منزلا في خلة فارس بتاجورة، حيث نشر صورا تظهر جانبا من أثار القصف الذي لحق سيارات وممتلكات المواطنين. أفاد القائد الميداني بمحور اليرموك حمزة زرموح باستهداف مدفعية الجيش تمركزات عناصر حفتر والمرتزقة المساندين له جنوب العاصمة طرابلس. وقال زرموح في تصريح لبانوراما إن الجيش والقوى المساندة اشتبكت في محور الخلطات مع عناصر حفتر والمرتزقة الروس دون حدوث أي تقدم يذكر بين الجانبين، لافتا إلى أن الطيران التابع لحفتر استهدف الأحياء السكنية بمنطقة مشروع الهضبة، ما أحدث حالة فزع وهلع بين المواطنين. هذا المجرم حفتر في أحياء سكنية يقصف في أحياء سكنية وتوا اليوم قداش في التاريخ يا قداش اليوم في التاريخ؟ 24 ديسمبر عيد الاستقلال. الساعة كم يا وليد توا؟ الساعة كم؟ الساعة 11:28 11:30 هو هذا قصف توا الطيران منطقة المشروع سوغويا حياة سكنية وقاعدة الناس. قال موقع اي وورز انه خلال نوفمبر الماضي مقارنة باكتوبر شهدت الحرب على طرابلس انخفاضا طفيفا في الغارات الجوية والاضرار المدنية، مشيرا الى مقتل ما بين 23 الى 31 مدنيا جراء القصف الجوي من المدفعي. الموقع البريطاني المتخصص في تقييم الاضرار المدنية الناجمة عن الحروب ابان في تقريره الشهري ان الغالبية العظمى من الوفيات نتجت عن ضربات من قوات حفتر او حليفته الإمارات، ما أدى بحسب الموقع إلى إعلان حفتر منطقة حظر طيران فوق سماء العاصمة. قال رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج الثلاثاء إن ليبيا لن تكون إلا دولة مستقلة والشعب هو مصدر السلطات، معتبرا من هاجم طرابلس مدعوما من الخارج ويسعى لإعادة الدكتاتورية. بالكريم ها نحن اليوم نحيي ذكرى الاستقلال المجيد وجيشكم الوطني وتواركم الأبطال يخوضون ببسالة لا نظير لها حرب دفاعا عن عاصمة الدولة والوطن طرابلس الحبيبة في وجه غزو مسلح مدفوع بخيالات الدكتاتورية المريضة ومدعوم بتدخلات أجندات الخارج. هدفه ليس تحرير العاصمة كما يزعم، بل هدفه الحقيقي هو قتل الحرية التي تنشقنا عبيرها في 17 من فبراير ووأد حلم قيام الدولة المدنية مقابل رهن ليبيا ومقدراتها للخارج. كما دعا السراج الليبيين خلال كلمته بمناسبة عيد الاستقلال إلى التوجه للمصالحة، مؤكدا أنها الكفيلة بصد التدخل الخارجي والوقوف موقفا موحدا من أجل تحقيق السيادة الوطنية. جميع استلهام حكمة المؤسسين رحمهم الله جميعا لبناء وطن يقوم على المصالحة الوطنية الشاملة والعادلة لكافة أبناء الشعب ومن كل توجهاته، فهو سبيل حقا لدرء مخاطر التدخل الخارجي الذي حذرت منه حكومة الوفاق
طيلة العوام الماضية، وبالرغم من تراخي المجتمع الدولي وعدم استجابته لدعوات حكومة الوفاق المتكررة للحد من تلك التدخلات وإيقافها، فلا زال الوقت لم ينفد. وللوقوف على الإحصائية الأخيرة لقصف طيران ومدفعية حفتر على منطقة البعيش بتجورة، ينضم إلينا عبر الهاتف فوزي ونيس المتحدث باسم وزارة الصحة بحكومة الوفاق الوطني. بداية سيد ونيس، ما هي الحصيلة الأخيرة لأعداد القتلى والجرحى جراء الغارات الجوية والقصف المدفعي لعناصر حفتر؟ مساء الخير لك ولكافة مشاهدي قناتكم من الموقع. طبعا اليوم جريمة أخرى تضاف إلى جرائم سجل جرائم العدوان على العاصمة من قبل القوات المتمرد. اليوم طبعا كان القصف على منزل في منطقة تجورة بالتحديد منطقة بير العالم. القصف أدى إلى تدمير منزل بالكامل واستشهاد 4 من المدنيين بالإضافة إلى حوالي 6 جرحى. وما زالت طبعا الإحصائية النهائية لم تصلنا بعد إلى وزارة الصحة، هذه كإحصائية مبدئية. الطيران طبعا كما عرض للجميع يعني نفس المرات السابقة، لا يوجد أي جهة عسكرية بجانب المنزل المنطقة السكنية، والقصف كان مباشر بواسطة طيران العدو. طيب، حالة الجرحى الذين أصيبوا في القصف الجوي والمدفعي بمنطقة تجورة، كيف هي حالتهم الصحية؟ والله تم إسعافهم إلى مستشفى تجورة والأطقم الطبية تقوم بدورهم، بالإضافة إلى بعض المصحات بالقرب من المنطقة. ونحن كوزارة الصحة بدورنا نتابع الجرحى عن طريق إدارات الجرحى المختلفة، وإن شاء الله يكون أمورهم بإذن الله أفضل من الأول. طيب أستاذ فوزي ونيس المتحدث باسم وزارة الصحة بحكومة الوفاق الوطني، شكرا جزيلا لك. هذا وتحيي ليبيا اليوم الذكرى 68 لاستقلالها من كل عام في 24 من ديسمبر بعد نيلها وإعلانه في سنة 1951 أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك. استقلال ليبيا الذي أعلنه الملك إدريس السنوسي بعد تسميتها بالمملكة الليبية جاء نتاج نضال القادة الليبيين في واحدة من أبرز محطات المقاومة والجهاد ضد الاستعمار. هذا وأعلن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الثلاثاء عطلة رسمية بكافة المؤسسات والهيئات العامة بمناسبة الذكرى 68 للاستقلال. كانت صرخة ولادتها الأولى في مثل هذا اليوم من عام 52 كافية لتخترق كل الحواجز المنصوبة أمامها، فبذكرى استقلال ليبيا يخوض الليبيون في أعماق الذاكرة بعد أن غيبت لأربع عقود مضت، ويستعيد موقعه رغم الصعاب رمزا لجهاد أمة. 24 من ديسمبر عام 1951، يوم ليس ككل الأيام. فيه توج نضال الليبيين والأجداد باستقلال البلاد. أصبحت ليبيا من بعده دولة حرة مستقلة ذات سيادة. قبل 68 عاما أصبح بوسع الليبيين أن يحتفلوا بدولتهم الوليدة، وما كان لهم أن يفعلوا لولا نضال فرسانهم على ظهور الخيل ومجاهديهم تحت قبة عصبة الأمم. لم تكن ليبيا قبل نيلها الاستقلال بسنوات بمعزل عن الواقع العالمي الجديد، ولم تكن أحسن حالا من نظيراتها من أراض تقاسمتها دول كبرى على أنقاض الإمبراطورية العثمانية. عرفت تلك البقعة المقسمة إلى أقاليم ثلاثة، برقة، فزان وطرابلس، ذوي المدافع الإيطالية وأزيز الطائرات المقاتلة. لذا كان لابد من ردة فعل حتى وإن كانت موازين القوى متباينة. حشد الأجداد من كل الأقاليم جهودهم وشمروا الهمم، شنوا الحملة تلو الأخرى لمقاومة الاستعمار، تجلت في كل منها أسمى معاني العزة والفداء. كان الهدف الأسمى إخراج المحتل من الأراضي المغتصبة. جاءت خسارة إيطاليا الفاشية في الحرب العالمية الثانية لتدعم نضال الليبيين في طردها من بلادهم. في عام 1950 صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة لصالح قرار بضرورة استقلال ليبيا في فترة لا تتجاوز 26 شهراً، وقبل انتهاء المدة بشهرين أعلن إدريس السنوسي استقلال بلاده وتنصيبه ملكا عليها. مر الملك الجديد والدولة الوليدة بمصاعب وتحديات تركزت جلها في إعادة الإعمار وإحلال السلام بين القبائل المتنازعة. نجح الملك ومن وراءه حكومته آنذاك في إرجاع البلاد إلى واحة المصالحة، وأصبحت كلمته الخالدة حتحات لمفات منهجا ونبراسة.
بدت البلاد كما لو أنها تطوي الزمن طيا نحو الماضي لتستأنف فرحتها بيوم استقلالها ولتعيد ترتيب ذاكرتها وترتيب رزنامة تاريخها، حتى فاجأها انقلاب أسود غير معالمها وأهدافها وتاريخها وأخلاق شعبها. أنسى الليبيين تاريخ استقلالهم جاعلا منه زيفا لاحقا، فتاريخ ليبيا الحق بدأ في زعمه بانقلابه عام 69. من 69 إلى 2011 أربعة عقود من الظلم أزاحتها ثورة شعبية ب17 من فبراير، ما أعاد ذكر الاستقلال وأثار شجونا لمن عايشه في زمن خلا ولم يعد. اليوم في ذكراه 68 بدت البلاد أبعد ما تكون عن الاستقلال، فقرارها ليس بيدها بل بيد عدوها ومن اشتري ذمامه رخيصة، وذكرها لم تعد كما السنوات الأولى للثورة. كل ذلك يجعل ربط ماضي ليبيا بحاضرها وبالمرجو من مستقبلها مهمة صعبة وتحديا كبيرا يواجه الثورة والاستقلال معا. وللحديث حول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الأقمار الاصطناعية من طرابلس سامي العالم الباحث السياسي والمختص في شؤون المملكة. بداية سيد سامي، أهلا بك معنا. مساء الخير، كل سنة وانتم طيبين. كل عام وانت بخير. تجربة الاستقلال كاملة سيد سامي، كيف يمكن الاستفادة منها اليوم في ظل هذه الظروف الحالية؟ بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أول شيء نحييكم ونحيي مشاهديكم الكرام وكل الأمة الليبية، وكل سنة وانتم طيبين بمناسبة هذه الذكرى. أعتقد أن التجربة اللي مرت بها ليبيا ويعني تجربة مريرة جدا، قاست منها من حروب ومجاعات، وكانت في اقتتال حتى ما بين الليبيين لأن كانت سنوات شرمة بعد الحرب العالمية الثانية، وأجدادنا يعني ناضلوا سياسيا ويعني تسامحوا فيما بينهم وقاموا بدولة، دولة ولدت واسمها المملكة الليبية المتحدة. ونعتقد أن في هذه الظروف نحن يعني محتاجون جدا لأن نكون كما كان أجدادنا في الماضي، متسامحين فيما بينهم، متداعين إلى الخير. يعني لأن للأسف الشديد الملك رحمه الله قال قولة شهيرة، يعني المحافظة على الاستقلال أصعب من نيله، وللأسف الشديد نرى هذه الأيام تداعيات تدخل الدول في شؤوننا الداخلية وتدخل الأمم، وليس تدخل، شبه تحكم بعثة الأمم المتحدة وعلى رأسها غسان سلامة، متحكمين في المشهد ومتحكمين في كل الوزراء ومتحكمين في كل شيء يعني في ليبيا. فللأسف الشديد أعتقد أن احنا محتاجين إلى أن نكون يعني متناغمين جدا جدا فيما بيننا، ونعود بما كنا عليه، يعني بما كان عليه الأجداد، ونتسامح. هنا كيف يمكن استثمار مراحل الاستقلال أو المراحل التي مر بها الاستقلال لتوحيد جميع المكونات السياسية وغيرها من المكونات كما فعل الملك في السابق؟ نعم، معلش أسف ما سمعتك كويس. كيف يمكننا نحن الآن استثمار الخطوات لإعادة الاستقلال وتوحيد جميع مكونات السياسية وغيرها في المجتمع الليبي كما فعل الملك سابقا؟ أعتقد هي بداية بحتحات على مفات زي ما قال الملك إدريس رحمه الله في ميثاق، وبناء على جملته الشهيرة حتحات على مفات، تنادوا مشايخ القبائل واجتمعوا وخرجوا بميثاق الحرابي الذي يعني جمد كل المطالبات بالتار وجمد كل المطالبات بالدم وتركها يعني إلى ما بعد التحرير، يعني إلى ما بعد الاستقلال، إلى أن يقوم القانون وتقوم الدولة وكل يأخذ حقه بالقانون. فنحن مطالبون أن نكون يعني مثلهم ونأخذ بهذه التجربة. يعني هو طبعا صعب، مش أمر سهل يعني، وخصوصا أن احنا نشوفه في ناس يعني تتعدى على مدن يعني كطرابلس، يعني في للأسف الشديد أن قوة كبيرة يعني تهاجم طرابلس بقوات غازية وب يعني مرتزقة أجانب. ف بس يظل أن
لا خيار لدينا إلا أننا نتسامح، ولولا التسامح لن نقوم بدولة للأسف الشديد يعني. طيب، هنا الأمم المتحدة ساهمت في استقلال ليبيا في السابق، وذلك بمتابعة الاستقلال وبعد عملية الاستقلال أو إعلان الاستقلال. هنا الأمم المتحدة أيضا موجودة، هل يمكن أن تلعب نفس الدور؟ من المفترض أن الأمم المتحدة تلعب نفس الدور، بس للأسف الشديد أن الأمم المتحدة لا تريد لعب هذا الدور. السيد غسان سلامة في أكثر من لقاء خاص معه قال أن جميع المبادرات يعني لا تحمل طابع الجدية وتحمل طابع المصلحة الشخصية، ما عدا مبادرة العودة الملكية. احنا طبعا من منادين بعودة الملكية كحل لمرحلة مؤقتة يعني تستقر فيها الدولة بدستور الاستقلال إلى أن تنجو إلى بر الأمان، ومن بعدها يعني تعود إلى استفتاء الشعب. فهو دائما يقول غسان سلامة، بس للأسف الشديد هو يعمل عكس ذلك. هو يقول ما يقول، والفعل هو يفعل ما تريده الدول الخمسة الكبرى للأسف الشديد. يعني ما 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 ما, ما يعني ما أعتقد أن الفترة هذه أن الأمم المتحدة إلا في حالة واحدة، في حالة أن الليبيين ممكن أن إذا اتفق الليبيون على مبادرة واحدة أو على مشروع واحد واتفقوا عليه جميع المدن وجميع القبائل، أعتقد أنه هو في حالة أن تم الاتفاق هدايا على الأمر هذا يمكن الضغط على الأمم المتحدة لقبول وتنفيذ هذا المشروع. أما أن الأمم المتحدة لا أعتقد أن هي يعني حتكون هي المبادرة لحل ليبيا، لأن للأسف الشديد جميع الاجتماعات التي تحصل يعني يعني أو بخصوص ليبيا، جميع الاجتماعات كلها تحت عنوان إدارة الأزمة الليبية وليس حل الأزمة الليبية، أي بمعنى أن كيف تدار الأزمة الليبية من دون أن تتفاقم إلى أن تخرج عن السيطرة أو تنتهي نهائيا. هم ما يبغوهاش تنتهي وما يبغوهاش تخرج عن السيطرة بحيث أن هي لا تؤثر في دول الجوار أو 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 أو, أو المحيط الإقليمي يعني. طيب، قبل إعلان الاستقلال هناك عدة دول راهنت على عدم قيام دولة ليست تحت وصاية في ليبيا، ولكن الواقع برهن عكس ذلك، وكانت هناك دولة وحكم إداري وسيادة في العديد من الأجسام السيادية في الدولة. ما هي الأسباب برأيكم التي توفرت في ذلك المشهد أو في ذلك الوقت بعد إعلان المملكة الليبية أو الاستقلال ساهمت في نجاح الدولة وبنائها فعليا؟ هو طبعا في العديد من الدول للأسف الشديد وعلى رأسهم مصر. مصر كانت تريد أن تكون هي الوصية على ليبيا، وللأسف الشديد صوتت حتى ضد قرار الاستقلال، يعني صوتت ضد قرار استقلال ليبيا في الأمم المتحدة. فللأسف الشديد يعني بس احنا كليبيين كانوا عزائمهم كبيرة، وكانت يعني رغبتهم شديدة، وكانوا شعب يعني طامح فعلا للاستقلال ولبناء دولة، وفعلا برهن أنه هو شعب قادر على بناء دولة. ورأينا احنا في صحيفة لاكروتشا الإيطالية في ذكرى الاستقلال يعني يوم الاستقلال كتبت مقالة على صدر صفحتها الأولى تقول أن الدولة التي بمعنى يعني بما معناه أن الدولة التي ولدت لكي تموت. ويعني تطرق هذه المقالة إلى أن الشعب الليبي شعب فقير وشعب أمي، تكاد نسبة الأمية تصل إلى 98% أو يناهز 98%، وبالنسبة للفقر يعني ليبيا من تقريبا ثاني أو ثالث أفقر دولة في العالم، ولا تملك أي مقومات. كانت اقتصاد الدولة الرئيسي كان يعني هي صادرات الخردة متاع الحرب العالمية الثانية وبعض الملح اللي هو الملح يعني وبعض التبغ، هذه كانت صادرات ليبيا واقتصاد ليبيا. بس عزائم الرجال وعزائم من قاموا على هذه الدولة وعزائم وبقوة الدستور حتى يعني طبعا هذا من المميزات التي جعلت أن الدولة تقوم. يعني الدستور كان قوي جدا وكان فاصل ما بين كل الليبيين ويعطي لكل ذي حق حقه ويفرض على كل ذي واجب واجبه ولا يتهاون مع أي شخص، وكانت الدولة لا تتهاون مع أي أمر كبير كان أو صغير. فلا كان فيه يعني ما فيش هذا من العيلة وهذا برغاني يعني إلا طبعا
إلا ما نذر، وهذا شيء طبيعي لأن بحكم أن ليبيا لما استقلت ثلاث مرات وكانت تحتاج إلى كم كبير من الموظفين. هنا سيد سامي أسألك، كيف أثر غياب ذكر الاستقلال في طيلة الأربع عقود التي مضت حتى الآن؟ أثر كثيرا على الشباب للأسف الشديد، أن في الكثير من الشباب أو أغلب الشباب يحسبوا أن الاستقلال كان في يوم 1/1/1969 يوم الانقلاب المشؤوم، في حين أنه يعني هذا هو استقلال ناضل عليه أجداد وناضلوا عليه بالسلاح وناضلوا عليه سياسيا. وللأسف أن القذافي حاول يزور التاريخ بكل أشكاله، من ضمن الأشياء التي حاول يزورها القذافي عن طريق مكتب الإشاعات بالأمن الداخلي أن يقول أن إيميل سان لو اللي هو مندوب هايتي في عصبة الأمم الذي صوت لصالح استقلال ليبيا وكان الصوت الفاصل، لأن لو صوت لصالح الوصاية لكان هو جاب الثلثين واستمر مشروع الوصاية، ولكن هو صوت لصالح يعني رغبة الشعب في الاستقلال، وكانت له قولة شهيرة قال أن بما معناه. طيب يعني سيد سامي شكرا جزيلا لك، الباحث السياسي والمختص في شؤون المملكة، وصلت الفكرة. شكرا. دعت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في ليبيا الأطراف الليبية إلى وقف التصعيد واتخاذ خطوات جادة نحو حل الصراع. السفارة وفي تغريدة لها عبر حسابها الرسمي على موقع تويتر قالت إنه حان الوقت للقيادة الليبية الشجاعة أن تحمي الاستقلال بدلا من فتح الأبواب للاستغلال الأجنبي، لافتة إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية ملتزمة بسيادة ليبيا وسلامة أراضيها. من جهتها هنأت البعثة الأممية كافة أبناء الشعب الليبي بمناسبة الذكرى 68 لاستقلال البلاد، معربة عن أملها في أن تمثل هذه المناسبة فرصة لإنهاء الاقتتال والتعامل بمسؤولية مع جهود البعثة الرامية لرأب الصدع والعودة للعملية السياسية وتغليب مصلحة الوطن والمواطن بحسب ما جاء عبر حسابها بفيسبوك. والآن مشاهدينا نتابع معكم رصد قناة بانوراما، القصف المدفعي والجوي على منطقة تاجورا. هذه ضربة طيران حوالي مع الساعة 3 هنا، طيران تابع للمجرم حفتر. زي ما تشوفوا الإصابة جت طبعا في مواقع كلها مدنية، ما فيش أي أثر أو أي إشارة لأن هنا يوجد أي مواقع عسكرية. هذه متجر محل صغير بنقوله بالليبي براكة للخضرة، شخص فتحها ويخدم عليها، وهذه مزرعة في المقابل قدامه، هذا صور المزرعة واضح حتى هو قدامكم. طبعا انتج على الضربة هذه طبعا في أثناء وجود ازدحام في الطريق وفيه مارة للناس، إصابة 5 سيارات، توفوا زوز من النساء، إصابة طفل رضيع حتى هو، بالإضافة لصاحب المحل هدايا تعرض للإصابة، والبائع اللي موجود معاه انتقل لرحمة الله.
قال رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج أن مذكرة التفاهم البحري والأمني المبرمة مع تركيا ستعزز قدرات ليبيا في الدفاع عن سيادتها الوطنية واسترداد ثرواتها الضائعة في حوض المتوسط، مؤكدا في تصريح لقناة TRT أن الدولتين ذات سيادة ولهما الحق في إجراء أي مذكرة تفاهم أو اتفاقيات. هذه المذكرة تفاهم أو هذا الاتفاق تأخر 15 سنة، كان يفترض أن يتم توقيعه منذ ذاك الحين، فهناك حقوق ضائعة بموجب هذا الاتفاق أو بموجب هذه مذكرة تفاهم. نحن نحمي سيادة الدولة الوطنية، سيادة دولة ليبيا الوطنية، نحن نحمي ثرواتها ونحافظ عليها، نحن نستعيد حقوق ليبيا اللي ضاعت لمدة 15 سنة. كانت هناك يعني حالات مشابهة مع دول مجاورة عزيزة علينا، كانت هناك خلاف في جرف قاري بحري مع تونس، كان هناك خلاف في جرف قاري بحري مع مالطا، ولجأنا للأساليب الحضرية المتعارف عليها واحتكمنا إلى الجهات المسؤولة عن ذلك ورضينا بما حكم عليه به القضاء. نهاية النشرة مشاهدينا، تذكير بأبرز عناوينها: مقتل 4 وإصابة 6 من المدنيين جراء قصف طيران ومدفعية حفتر منطقة تاجورة. تقرير بريطاني يؤكد أن طيران حفتر والإمارات قتل 31 مدنيا في نوفمبر الماضي. في الذكرى 68 لاستقلالها، سراج يقول إن ليبيا لن تكون إلا دولة موحدة ومستقلة. نهاية النشرة مشاهدينا، أشكر لكم حسن المتابعة، إلى اللقاء.